مرحلة دي المرحلة دي لازم لازم تمشي تمشي بالراوس. بالراوس. ايزي هذه، ايزي يا عزيز. رمضان يا حبيب رمضان. قبل ما يبدأ المقطع، اعلاننا اليوم من موقع بوباب. مثل ما تشوفون هنا العاب، يطلع لكم العاب كثيرة، وفوق كذا في بعض الالعاب عليها خصم مثل ما تشوفون، وفوق الخصم هذا عندكم كود VSL يخصم لكم 5% فوق الخصم اللي طالع قدامكم. وفي حسابات فالورانت عليها خصم تقريبا اقل من 7 دولار، وفوق كذا اذا حطيت كود VSL راح يطلع لكم اقل من هذا السعر. الرابط في الوصف والموقع مضمون، واي شيء يصير لكم كلموا الدعم الفني وبيتجاوب معكم باذن الله باسرع وقت. وهذه طرق الدفع عندهم، باي باي الفيزا ماستر كارد وغيره. السلام عليكم. قبل ما يبدا المقطع حبيت اقول لكم كل عام وانتم بخير، والله يجعلها السنه سنه خير عليكم. ادري فيها كورونا وكذا، ان شاء الله باذن الله تزين الامور وتصير افضل من كل السنين اللي راحت باذن الله. نسيت اقول لكم في المقطع كل عام وانتم بخير زي كذا، فحبيت اني ابارك لكم. بيت اقول لكم ان هذا المقطع اللي شفتوه، تعرفوا اني بسحب بعدها يومين راحه لان نزلت 30 مقطع في رمضان، يعني اول يوم عيد ما راح يكون في مقاطع، احتمال يكون في بث مباشر على تويتش اذا ما تابعتني على تويتش، الرابط في الوصف. ولا تنسوا كود شوب VSL 3 حروف. شكرا 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 لكل واحد حط كود شوب، الله يسعدكم. اعلى فئتين من الانتساب راح تكون في اخر مقطع، وشكرا لكل المنتسبين عامه سواء من اعلى فئتين او من كل الفئات. شكرا لكم جميعا وخليكم معنا. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع، واليوم معي اوسمس. يا هلا يا مرحبا. هلا يا هلا. ماب اليوم اسمه حلوى العيد، مصمم الماب، قد لعبت الماب من قبل. هذا هو حاط كود لايت شوب حقه تويتر وانستا ويوتيوب. خلونا نبدا، يقول كل عام وانتم بخير، وخلونا نبدا بسم الله. 25 ليفل شكله. الو خرجتني انت. خلي اللي بعد اوكي لي. انا خرجت بعد. اح حلو اللي بعد لي. حلو عشان موت. انا بس وقفت في فخ اخير. شفت فوق وراي انا. تعال 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 تعال. حب لي حب لك. ها يلا روح. اوكي هوش الفخ اللي بعده. اوكي حلو. اوكي صار النظام كذا. سرعه يا بيه. سرعه روح. احس في طيحه. صح مثل ما وراك. احس في طيحه والله. في نقزه. اوكي. والله طويل. اوكي انا تدري رجعت التشيك بوينت اللي قبله؟ اما حلوه فكره انه حاط الشيء اذا حق التشيك بوينت شكله زي الحلاوه، فعشان كذا سمى حلوى العيد لو تلاحظون. انا احب المابات اللي تفتح النفس، حتى نظام الليل والنهار وذا. يا اخي ما احب المابات تفرق اللي معك. اي احب المابات اللي تفتح النفس. الالوان تفرق مره. يب اوكي راح قدام. ايوه شوف ايش حاط هنا. حاط فخ لو بلعتها جي. اوكي طيب. اوه شوف ايش حاط لك. سلات رفعه. ايش اسمه؟ قرقعان حقت قرقعان. يب انا غصب اربط اي شيء بالعيد. اي هي تقريبا سلات الحلوى. والله صح. ايش فيني قلت حلوى وحلاوة الزبدة. ها؟ اوه دقيقة حركتها حلوة. 25 مرحلة هي. يب توك تلاحظ؟ اي توني لاحظ والله. واضح انك كنت مفهم الافخاخ قبل شوي، توني قايلها. مرة والله مرة مفهم الافخاخ. اوكي انا ما ابغى اطيح ولا طيحة. طيب. اوكي والله انك بتطيح. الله اوكي شعبة. وين؟ انا اطيح. اوكي حلو. طيب. لا لحظة لا تمشي. قلت لك لا تمشي. قلت والله اني قلت لي اصلا واضحه، مو مستحيل احط لك غرفه كامله. اتوقع كذا. ركض اخوي عامر. وات؟ واو لا يكون في طريق النظام اللي شو يسمونه؟ ما ادري. طيب ما في ريست كذا نكبه. والله ما ادري شلون نظام الليفل. حرفيا ما ادري بس اوكي. هنا في المتاهه بحيث انزل لي تكمل الطريق. طيب انت كم مره قلت يمين ضربه يمين صح؟ اتوقع يمين. روح حساب ضرب الكفار. سكر علي الله ياخذ ابليس. نروح يمين يمين في يمين يسار. رحت يسار. انا بروح يسار. لا بي اللحسه. والله مره اتوقع بتقابل معك. والله صارت يسار والله. ابحث عن ايش شوي طيب. هذا هنا هنا عندك؟ ايه عندي. روح كيف؟ تعال كذا. ايوه اوه نقلنا حلو. ون بلوك جامب. هذه لعبتنا. يلا واحد اثنين اثنين اربعة. بس حلو عجبتني فكرة انه اذا طحت على طول يرسبينك. يب ما يسوي ريسبون مدري وشو يرجعك مكانك على طول. اوكي طيب هذا وشو؟ ليش هذا مسكر هذا مفتوح؟ اوكي غريبة صح؟ لا نظرة البرتقالي يرجعنا نظرة البرتقالي قبل شوي ما لقيت. لا شف الحين فتح. دخلنا على مرحلتين. يب انا اللي خمت. المرحلة دي لازم تمشي بالراوس. ايزي هذه، ايزي يا عزيز. كذا طيب يمشي؟ اخر شوف كذا هي. مو بكذا كذا يعني كذا شوي. بعدين الأولى مرة بعيدة. والثانية مرة بعيدة. سويت الثانية. يب على آخر شيء إذا شفت إنك قاعد تنزل انقز. والله قاعد على آخر شيء. يا أخي رجعني كل شوي.
والله ما يوصل قسم بالله. والله بسويها معليش تلوم بس بسويها والله بغش بجرب الحين. شوف ما مستحيل والله لازم نسويها. طولنا فيها اي طولنا. فاذا بتجربوا ما تعطونا طريقه سووا الطريقه جربوا هل توصلكم ولا لا انه مستحيل والله. طيب الليفل اللي بعده الو رجعني وات يلا واحده لي واحده لك يلا اوكي الجدار اكسره بس حلو هذه الدمج يا ساتر الله يعيننا صراحه شو ما لمستنا يا ساتر والله طويله والله دي صعبه هذه طويله والله توصل العيديه عشان توصل العيديه الدرجه ذي العيديه ممنوعه مو ممنوعه صعبه العيديه هيك هلا بي حلو طيب هنا في مشكله ايش لا تروح لا تنطي مين لانه فوق شيء ووو جبته اوه والله رهيب الحركه سمعت واو طلعت الوان ما ادري شو او هذا وش مسكر شفت بسم الله شفت كيف شبغ بالضبط نضربها فوق كذا كذا لا لا واو فخ اوكي شكرا لك بالضبط هوش خذيت سبيد خذيت البونسر لا للحين قاعد ارقى اوكي اجيك اي تعال لازم تجي بس هوش زين والله صراحه قاهرني ان كل تصميمه خشب ولا الافكار وذي والله حلوه حلو انتظر خلي تعدي وروح يعدي تحت لا على الجدار مقابل الجدار مقابل مو تحت اوكي يلا طيب الحين العكس شفت قاعد تنزل تحت فخليت رسبن بعدين نروح بس خليت رسبن لا خلاص لوح غريبه ما دريت انه فيها فخاخ اكيد فيها فخاخ الفخ جاي على اليمين خليت رسبن بروح اما عاد طقتني الكوره اصبر لا تستعجل روق اللي على اليمين في الجدار واللي على اليسار على الارض يا سلام عليك يلا اتوقع يعني لا خليه يروح روق المسني بس يلا روح وشلون تو شاطفني ما تحركت يا اخي كيف وصلت جاك البونزر اوه اي يقول لازم ترجع بدون ما تسوي ريسبون سويت ريسبون راح يروح شفت اجيك دقيقه اجي بهد لك الطريق انا خوفي الحين البونزر ذا ما يطلع بدال البونزر ثاني كذا عاد اصيح انا وصلت القمه الحين وصلت القمه خلاص دقيقه اي والله انزل 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 يلا ركض اوكي ما يحتاج اللي بعده ما يحتاج حلو ايوه حلو اخيرا الله حط هذا الله الحريه هنا ولا هنا؟ مفروض هنا كيف مع الباب اوكي حلو ها رجعني الباب الثاني هذا تفتحه طعم المشاوير حلو والله ما عليه اوكي في باب تحت بعد ها وش ذا حلوه شو نسوي هين نطلع الباب على برا بعدين الظاهر نطلع الباب على برا وبعدين يصير خير الا صح 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 طلع الباب على برا نرقى فوق بعدين هنا والله رهيب ذا الليفل من البيبان تقهر بس رهيب فتحت لك الباب الاخير رحله يا ساتر لازم نطلع على هذه اول صح نطلع على هذه بعدين قهر بدون نطه ترى هو طيب انت نطيت من طرف الباب ولا وش نظر مع طرف الباب هدوء فهمت لي نط خفيف وات احنا نزر المكعبات اوكي الله وين بينهم يمكن هنا فيه هنا عندك هذا ولا واحد ارقص بعدين ينقلنا اوكي نقلنا طيب دروبر ها اصبر خلينا نشوف ايزي هم ايزي للدرجه والله ايزي مره اوكي لعبتنا الدروبر 10 مراحل هلا كيف واو هي وات والله زحلقنا على طول كذا زي كذا والله رهيبه ذي واو والله حلوه لكن ليه ما فيها تشكيل طيب يب حلو وصلت لا هو المشكله انه يلفك يسار فلازم تخلي وجهك هنا لا كذا لازم تخلي وجهك كذا ايوه صح علي نطه ثانيه الله حلو يا وحش انت هنا هذا سكيب يا ساتر درجه ذي مكعبات ان شاء الله ان شاء الله انها ايزي ان شاء الله ما ادري ان شاء الله واو لا ما دريت ان هذه وش اخر واحده كفر ما دريت اوكي ده ما يوصل لا ادخل في هذه يمكنها تليبورت يا رب يا ساتر ما هي تليبورت لا كيف ادخل جواها والله خفطيه ما ادري اتوقع انها تدخل جواها الو واو
لا استهبال هي حلوة خرافية مرة بس ليش يطيحني حتى ما قال لي اضغط دبليو يضغط شيء طيب بس دبليو بس دبليو وعلى دي دبليو دي نط نط فيها شفت كيف زحلقت وات انت ما تخذ جواها اصلا كيف ايه ليه كذا طيب متاكد انك قاعد تنط على اخر شيء يا رجال يا رجال والله العظيم معليش بس لو اقدر اوصل لها وصلت لها وينك انت خش خش وان بلوك جيم اوكي اوكي يلا يا ساتر طيب اوه الزحلقه مره سريعه هذه اي والله سريعه مره يا ساتر صدق ليه ما ننقز اي والله انقز انقز اوه المس رصاصيه ايه اوكي نايز. هذا تضغط انا اقول لك انقز اختصارات اصبر طيب اوه حلوه يلا راح ما توصل 2000 years later. والله قاعد اضغط جنب ما يسوي شيء ايوه تكفى عاد هذا الفوز اوه تعال ريان اوكي اخيرا وين نروح اوه فوق ها شو مت انا هاو شلون يا اخي مت اوه لازم نوقف هنا اوه بعدين فوق ايوه وحش هي غصب حلو الضمان سويت تكمل الطريق هذا لعبتي يلا من فوق زي كذا على بالي الارضيه عاديه لعبتي طاع حلو حلو فكرت والله حلو مثلث من جهتين لا ابغى انط فوقها نط نط عاديه لا تنط نط قويه لا 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 بلوك عادي بلوك عادي ايه بلوك عادي جدار اخ اخر واحده تقهر وش اخر واحده عاديه بس لفه جبتها يس على على النهايه لف يمين بس ونط على خفيف نت لف لفه كذا ابو الجزمة الثانيه بس يا عمري اخيرا اوكي اوه اخيرا تصميم حلو شوي اوكي اي والله جد خلني يوجي العين شوي بس يعني طيب اني قاعد العب حالي والله احتريك توقف يوه انكم في نص درك الاسات اي شوف في طرف خرف اوه طعم ليس الزر مرة الزر كبير مرة اوكي هنا أوه. اوكي هنا الاخضر ترميها قبل الظاهر شوف رميت لك رميت لك اه واو حتى لو صقعت فوقها اسمع اذا صقعت فوقها حاط لك هو زي المساحة اللي توقف عليها ما عليك ما عليك في مساحة في مساحة اوه حلو حلو اوه نيو جمب نيون جامب حلو احبه اوه دخت انا من الخشب حسبت انها مسكر اوه من يسار اوكي يسار اي هير ما اتفقناش يا عمده يسار اكرهها انا اوكي باقي اخر واحده حلو جي جي اصفق اوكي يا ساتر طيب اوه هذه تخليك تنقز اوه اوه لا لا مو بهذا تخليك تنقز اوكي طب ليس فيها جيم فتيك جاك 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 زان جاك زان جاك زان مره قريب مره كف عليك اخر واحده ترى تخليك تنقز اخر واحده تخليك تنقز اوكي اوكي انا ابغى ذا يروح بس هنا اوكي سويت تشيك بوينت قبل الخيره مو بالخيره اما قبل الخيره روق 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 ترى بعيد مره اوكي اخر اوكي حلو فخ 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 لا لا شايف 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 لا عادي عادي انا مسوي تشيك بوينت مسوي مسوي تشيك بوينت روح حلو هذا لفه جديد الحين ايه هوش خلها اوه حلو اوكي فوق ما انت تبي فوق طيب ارجع لك انا ولا اكمل؟ لا 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 كمل الفخ اللي فوق دايما سوف ذكرتني يا ريان يا علي في واحد فوق ترى الحين لا لا هذه اللي سقعت فيها قبل شوي يا ساتر انا بجيك جايز جايز راح كمل كمل اخترتني بحقت كذا حسبي الله خلا خلا هذه لعبتي هذه لعبتي احب احب هذه لعبتي انا ما اقدر ارجع لعبتي يلا 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 ايزي ايزي هذه لعبتي يلا نشوف اللي بعده ايزي اوه اللي وانت نازل على تحت اسهل مره اسهل بعدين كذا ايزي بعدين كذا بعدين ابا والله والله انا ايش قاعد العب سوي جتك من الطريق اوه يلا راح دوس اوكي اوه انت تحتنا اوه تحت
اما تحت ادور شيء قدام. سويت واحده على اليمين، فوق على اليمين، فوق على اليمين، مربع واحد نكبه ذا المربع الواحد. مشكله انه صعب انك تسوي اديت وانت سبيد. خلصتها كامله؟ انا وراك الحين. اوه حلو، يخلص سبيد على اخر شيء. حلو. اوه ها اوه فزنا. طيب بشوف، طيب بشوف النهايه. طيب انت الوقت. لا لا ما انت الوقت، اتوقع عشان خذيت الحلوه هذه اللي كانت حق ال 25، فهمت؟ فلو حطها مكان ثاني. فبس هيك مقطع اليوم. الماب صراحه رهيب، في الليفلات يعني ها بس الليفل حق الايديت مع هذا شيء رهيب، والايديت والليفل اللي داخل الحلقه الخضراء هذا رهيب، في كم ليفلات والله رهيبه يعني مقارنه بالماب الاول اللي لعبته له، هذا افضل بكثير ويعدل بس في التصاميم خلاص بيصير اسطوره. ان شاء الله المقطع عجبكم، لا تنسون الاشتراك بالقناه وتفعلون زر التنبيهات. شكرا لكل المنتسبين، اشوفكم على خير، سلام.